السلام عليكم وبونوس دياس، معكم عثمان برسونا من جديد في موضوع جديد. هذه المرة الموضوع غادي يكون عمل إنساني، عمل خيري، بخصوص يعني هذا الوباء الكورونا. يعني كان نداء، يعني الناس اللي معايا في الصفحة، الناس الجالية اللي معايا بزاف وبزاف بزاف الأصدقاء، يعني من أوروبا، يعني من تقريبا اوروبا كامله كنعرف عندي اصدقاء وناس كنعرفهم، يعني من فرنسا، من بلجيكا، من هولندا، من اسبانيا. انايا بزاف عندي واحد النداء لكم اخوتي، وواحد المشروع صغير هو نتعاونوا مع اخوتنا اللي في المغرب، اللي الصراحه نتوما عارفين يعني هاد الوباء يعني تسبب لهم انهم يتشد عليهم في الديور ديالهم، وانتوما عارفين ما كاينش المدخول، وماشي بحالنا حنا في اوروبا، يعني واخا كيتشد علينا في الديار ديالنا راه كتخصص ميزانيات اللي كيعاونوا الناس في كل شيء. انتوما عارفين حنا في اسبانيا، نهضروا على اسبانيا، راه بيدرو سانتيس راه خرج ديك النهار وخصص 200 ألف مليون أورو، يعني ميزانيه ديال 200 ألف مليون أورو باش يعاونوا هاد الناس في الكراوات، في الماء، في الضو، في الايبوتيكات، في كل شيء. حنا في المغرب كما عارفين راه كيشدوا على الناس، وراه ما كاينش اذا كانت شي حاجه من دابا الفوق ما نعرف، بيرو حاليا راه ما كاين والو، كاين الناس مساكن اذا ما خدمش راه ما عنده ما ياكل وما يوكل ولادو. وكيدخلوا عليا بزاف د الناس الخاص، يعني الناس مساكن ما عندهم شي، وهذا انا قلت زعما نستغل هاد القناه اللي عندي، اللي يعني بزاف المرات غير في شي بعض المرات انا كنضحكوا هذا، وقلت علاش زعما عيت ما نفكر مع راسي، قلت علاش ما نستغلهاش، وعارف بلي معايا اصدقاء بزاف وما غادي يخيبونيش، يعني تعاونوا باش ما قدروا سيدي ربي، يعني ب 10 ب 5 ب 20 باش ما كان، تعاونوا ونعاونوا اللي قدرنا، وكل واحد يعمل بحالي. الناس اللي عندهم الصفحات كبارين هيدا، خصوصا في اوروبا، انا كنهضر على الناس الجاليه، يعني وكاين الناس تمساكن حتى الناس بلا اوراق هنا، يعني ما عندهمش حتى هما، الناس عاد جاو جدادين، الناس اللي كاينه غير في دراري بزاف كنعرفهم انا، يعني وكنعرفهم الله العظيم شخصيا، يعني عاد جاو ما عندهمش، يعني ذاك اللي قدر بين اللي قدر، ما كان بزو على حتى شي واحد، اللي قدر وقدروا الله وعنده الفايض ولا هذا يتعاون معنا، ونعاونوا خوتنا المغاربه مساكن راه كاينه بزاف وبزاف والله العظيم. راه شفت شي فيديوز كيالموا، يعني كيسولوا الناس واش تقدروا تبقاو في الدار، والناس كلارو غادي ترد عليك اذا وفرتي لهم كل شيء، كلارو غادي يبقاو في الدار، ولكن اذا ما عندهم شي مساكن ما ياكلوا بزز منهم غادي يخرجوا للزنقه. وهذا الشيء هذا راه غير في هذه الفتره ديال هذا المرض، واش فهمتوا اخوتي؟ المهم انا غادي نفكر الطريقه كيفاش غادي نعمل، واللي بغى يتعاون معنا راه يهضر معايا في الخاص ولا الواتساب ولا اللي كان، ونعاونوا باش ما قدرنا. المهم نعاونوا حنايا ولو غير واحد النسبه، وواحد اخر عاود يعمل بحالي، وواحد اخر كنهضر على الناس الجاليه، وكل واحد يعمل بحال هيدا، ومهم حنا نساهموا شويه. فهمتوا اخوتي؟ هو نداء. انا والله العظيم حتى القناه اليوتيوب يعني عملتها وقلت مع المده اذا كانت شي ارباح ولا شي حاجه كانت عندي مخصصه هاد الشيء هذا، واش فهمتوا اخوتي؟ المهم نتمنى اللي يسمع هذا الفيديو يعني بارطاجي غير هنا في اوروبا، باش ماشي يعني باش تمشي غير الفكره، باش تمشي الفكره، الناس يعني يعاونوا الناس في المغرب. والله العظيم راه كيشدوا عليهم. انا فوقاش ديك النهار شفت واحد الفيديو في طنجه، واحد اللايف، واحد السيده مسكينه سولوها غادي نقول لكم وكلارو، قالت لهم اذا عطاوني وهذا راه غادي يشد عليا، واذا مسكينه ما عندهاش هي تشد عليا، شني غادي توكل ديك الوليدات وهذا. نتمنى تعجبكم الفكره، ونتمنى هذا الفيديو يتبارطاجا هنايا في اوروبا، باش الناس ماشي نعاونوا غير العائلات ديالنا ولا هذا، نعاونوا حتى الناس مساكن اللي محتاجين. كاين الناس بزاف محتاجين والله ما عندهم ما ياكلوا، اقسم بالرب العظيم اذا كنعرف الناس مساكن كيشريو 3 دراهم د العدسه ولا هذا، مشيت